أنا عشقانته لهالعمل. نسمات أيلول يقرب رشا شربتجي من شقيقة يزن. أنا قربت منه كأخ أكتر. احتفلت المخرجة رشا شربتجي بتخرج دفعة جديدة من طلاب قسم السيناريو من معهد دراما رود بحضور عدد من الكتاب والممثلين. دراما رود يعني عم بيقدم دائما فرص تعليمية ومهنية، دائما بختار مشروعين يعني بنشتغل فيهم مشان هيك نبعتهم على المنصات، أو يعني أنا بحاول أشتغل بحيث الشغل يكون مفيد للسوق كمان. يعني أهم خطوة بصناعة الدراما ما هو إيجاد نص قوي يجمع بين مضمون يعني مهم وبنفس الوقت مشوق وحبكة قوية. أي أهم نقطة، أهم هو الأرض الصلبة اللي بيقف عليها المخرج وكل الفنيين حتى كرأس مال. لكن الفرحة عند رشا كانت مختلفة عن المعتاد، فبهاليوم وقعت على شهادة تخرج شقيقة أغياد، الفرد الجديد لعائلة شربتجي يلي عم يساعد لشق طريقه بالوسط الفني من بوابة الكتابة. أغياد شاب موهوب كتير ومثقف فنيا جدا وعاشق للدراما وللسينما، وأنا الحقيقة تفاجأت وعم بتقلي الدكتورة إن هو من أشطر الطلاب، فهيك عرمت ورفعت رأسي وانبسطت كتير. أغياد مثل ابني يعني مو بس أخي، فأنا كتير مبسوطة فيه ومتوقع هيك إنه إن شاء الله يقدر يعمل شيء يا رب. ممكن نشوفك عم تخرجي له نص؟ طبعاً أكيد يا ريت. أنا كنت عم بحكي أنا ويزن من كام يوم إنه كيف نحن ممكن نكون يعني دعم لإله، نوفر عليه شوية خطوات وإن هو يكون بناتنا لحتى نعطيه هيك مثل ما بابا عطانا خبرة سنين طويلة، نحن كمان نعطيه خبرة سنين طويلة. وهذا النقاش على أكيد دار بكواليس مسلسل نسمات أيلول يلي عم يتشارك فيه يزن شربتجي للمرة الأولى مهمة الإخراج لجانب شقيقته. هي أول مرة رشا بتكون مع مخرج تاني وعم يكون شقيقة، خبرينا عن هذا التعاون. هلا أنا لما يعني تناقشت أنا ويزن بالموضوع حسيت إنه ممكن يكون يعمل ال 15 حلقة التانين، كنت شايفة من شغله ليزن بأكثر من عمل، والحقيقة أبهرني ببداية موفقة جدا وقوية جدا. لما قعد معي يزن واشتغلنا مع بعض أول 15 حلقة الحقيقة فاجأني قديش هو حساس، قديش هو دمه خفيف، قديش هو ناضج، قديش هو بيعرف شو بده، قديش هو عنده تراكم ثقافي ومعرفي، يعني غابب من البابا بهدوء 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 ومطور حاله، مسافر شايف. الحقيقة أبهرني وأنا بتمنى يا رب يكون له مستقبل كتير كبير. وما كان هالتعاون فرصة بس لتتعرف رشا على يزن على الصعيد المهني، فخبرتنا أنه هالشراكة قربتها منه على الصعيد العائلي. أنا قربت منه كأخ أكتر، عرفته أكتر، قربنا من بعض أكتر. بتعرف نحن أنا ربيت بمصر وجيت كتير كبيرة، يعني جيت عمري 21 سنة، فمر بينا سوا بنفس البيت واشتغلت بالفن، والفن بياخد الناس من المجتمع وبياخد الفنيين وبيشتغلوا بالفن يعني بنظل مجتمعيا، وهو نفس الشيء، شيء بأبو ظبي، شيء هون أنا بمصر، هو بفرنسا أنا مدروين، هو مدروين. فهلأ هاي الفترة كنت عم قله حتى لإبراهيم زوجي عم قله أجمل شيء أنه أنا عشت معه هالأيام الجميلة لأقرب منه أكتر وشوف قديش هو حدا شفاف وراقي وحنون، وهذا الشيء كان كتير عظيم لأنه هو شاب كتير عظيم. ونتاج هالعمل يلي عم يجمعه رح يكون مهدى لروح والدهم شيخ الكار هشام شربتجي. متمنية نكون هنقدم هدية لروح البابا، أنا عشقانته لهالعمل، ما بعرف إذا الناس هتحبه، يا رب يعني هذا توفيق من عند الله، نحن بالنهاية بنعمل تجارب والناس تتقبلها ولا، بس أنا بحس إنه بهاي الفترة وبهاي المرحلة نحن كتير بحاجة لصناعة البسمة اللي هي الصناعة الأصعب الحقيقة، وإنه نسرق البسمة من على وجوه الناس اللي تعبانة وزعلانة وقلقة، بتعرف وضع المنطقة كلها، فبشوفه هدف سامي مو بس هدف فني. وبما أن الأخبار يلي تسربت عن العمل يلي بينتمي لفئة الكوميديا كشفت إنه عمليات التصوير عم بتكون بأحد الضيع بحمص وأبطاله رح يحكوا باللهجة الساحلية، البعض اعتقد إنه العمل رح يشبه ضيعة ضايعة. لا هو ما بيشبه ضيعة ضايعة أبدا، والحقيقة ليس حجره لا منافسة له هالموضوع ابدا، الله يعطيه العافيه. وضيعه ضيعه صار من ريبرتوارات الدراما العربيه، ما بقى فينا ننافسه، بس هو فينا نقول انه هو شيء جديد عن الشباب، وبعدين هو بلهجه بيضه، هو بيمثل كل الشباب الريف،
سواء ريف دمشق، سواء ريف حلب، سواء ريف حمص، أي ريف هو بعيد عن المدينة هو بيعاني إلى حد ما من فكرة المركزية، بيعاني من التطرف، وبنفس الوقت عنده ميزات وصفات الصفاء والنقاء والهدوء والطبيعة. يعني هذا هي المعادلة الصعبة اللي عند ابن الريف.